اهلا وسهلا بيك. النهارده معانا راجل مصري عايش في الامارات بقاله اكتر من 10 سنين، وبقى مدرب محترف. وخلينا بس كده في الاول نتعرف عليه، كابتن عمرو فهمي، مدرب محترف لياقه بدنيه. اهلا وسهلا. اهلا بيك شريف. ازيك يا كابتن عمرو؟ ميرسي انت بعت لي. ثانك يو سو ماتش. والله قول لي بقى، بقالك 10 سنين في دبي؟ صح، يعني 10 سنين بالظبط. مظبوط. ايه اللي خلاك تروح تفكر تروح دبي مع ان سوق الرياضه عندنا في مصر بالذات في المجال بتاعك اعتقد انه ماشي كويس؟ هو فعلا سوق الرياضه عندنا في مصر ممتاز جدا، لكن اللي خلاني اروح دبي ان انا بصراحه كنت عايز يعني اخد ثقافات جديده. ودبي كبلد انت عارف البلد الوحيده اللي في العالم هتلاقي فيها مثلا اكتر من 20 جنسيه، يعني مثلا ده اكتر من 120 جنسيه. اي بقى يعني حاجه غريبه جدا، مش هتلاقي بلد في العالم كله هتروح مثلا بتلاقي جنسيتين ثلاثه هم اللي مسيطرين على البلد. دبي فيها الوحيده اللي فيها 20 جنسيه. فبصراحه الثقافات دي كلها يعني لما بتتجمع في مكان واحد فيعني بتديك معلومات جديده، بتفتح لك افكار جديده، الكلام من ده كله. لكن يعني اكيد يعني بعد فتره ما نرجع ناخد الثقافات الكويسه والحاجات الكويسه اللي احنا اتعلمناها ونقدر نطبقها على الاجيال الجديده. انت دارس ايه اصلا؟ انا دارس فيزيكال اديوكيشن، اللي هي تربيه رياضيه، جامعه المنصوره. انت من المنصوره؟ من المنصوره. طيب ولما رحت هناك، معلش انا عايز اعرف، كنت انت هنا كنت بتشتغل ايه في مصر او قبل ما تروح دبي؟ قبل ما اروح دبي على طول انا كنت في الجيش، كنت ضابط احتياطي. 3 سنين. التجنيد بتوعك؟ التجنيد. بس وانا في الجيش برضو علشان انا التخصص بتاعي كان رياضه، فكنت برضو مسؤول عن الطابور والانضباط والرياضه بتاعه الصبح الساعه 5 مع بقى الستايل بتاع الجيش بقى اللي هو العسكري، فيه انضباط وفي حزم ومواعيد مظبوطه وانضباط. وبعد كده اشتغلت ايه بعد ما خلصت جيشك؟ خلصت جيشي من هنا سافرت على طول على دبي. سافرت على دبي. اوكي. رحت هناك مفيش لسه سي في قوي بالظبط، فعملت ايه؟ ازاي ده يعني ازاي حطيت نفسك في المجال الرياضي هناك؟ لما رحت هناك انا كان ليا شويه علاقات بناس، يعني اتكلمت معاهم عادي، قالوا لي لازم تيجي زياره وكده برضو عشان نشوفك فيس تو فيس ونتكلم معاك. فحضرت انا السي في بتاعي على قد ما اقدر ورحت قابلت الناس، ويعني الحمد لله ربنا وفقني. بس انا ما سكتش، يعني انا اول شغلانه اشتغلتها هناك كان شويه ميديكال، يعني شويه رياضه جنب طبية. مثلا زي حاجه مثلا زي الدي ان ايه، الويلنس باكج اللي هي الحاجات اللي هي علاقه بالجينات الوراثيه، ازاي اعمل لك مثلا تيلور ميد تمارين وحاجات تفصلها عليك انت. وشويه ميديكال، يعني لو انت عندك هايبرتنش يعني عصب او ارتفاع في ضغط الدم، عندك سكر، عندك حاجات من الحاجات دي، ازاي بقى نعالجها عن طريق السبورتس ميديسين وفي نفس الوقت نغير لك حياتك. اوكي. اكتر الجنسيات اللي اتعاملت معاها هناك ايه؟ اكتر الجنسيات اتعاملت بصراحه مع الطليان، اتعاملت مع انجليز، لبنانيه كتير جدا، مصريين طبعا، اتعاملت مع روس، اتعاملت مع اماراتيه طبعا. يعني خلينا بقول الانستجرام الخاص موجود على الشاشه وهينزل تاني، الانستجرام وفيسبوك ولا انستجرام؟ الانستجرام بس. انستجرام. طيب وصلت ان انت هتبقى مدرب محترف. مظبوط. ده حصل ازاي؟ هل في شهادات؟ بالظبط. درست حاجات معينه؟ بالظبط. انا لما وصلت هناك زي ما قلت لك انا حاولت اطور من نفسي اكتر، فاخدت كورسات كتير جدا واخدت دبلومه واخدت دراسات من ضمنها الاناتومي مثلا او التشريح، يعني انا درست تشريح مخصوص اللي ليه علاقه بالسبورتس ميديسن عشان تعرف مثلا في حاجه اسمها علم الحركه، يعني ازاي اعرف الحركه نفسها بتتم، يعني فاهم ديناميكيه الحركه، وبناء عليه بتعرف الماسكولار سيستم اللي هو الجهاز العضلي ازاي تكونكت ده توصل ده بده علشان تعرف بالظبط ان انا مثلا شريف عنده مشكله في كتفه. مظبوط. انت ممكن لما تشوف حد كده من اول نظره تقول ده عنده مشكله في ايه؟ لا مش حاجه اسمها كده. لا لو شايفه قدامي عادي، ما يعني لازم اعمل له يعني اسسمنت او اشوف له مثلا، اعمل اختبار اعرف هو الوجع منين بالظبط، لكن هي الفكره بعد الوجع. يعني لا مش قصدي على الوجع، لو فيش حاجه في الجسم، انحناء في كتف، مش عارف ايه، ده بالنظر ممكن تشوفه طبعا وتبتدي تتعلم. في حاجات بتبقى اوبفيس واضحه جدا زي انحناء الظهر اللي انت قلت عليه، سكوليوسيس او الكلام من ده، وبيبقى مثلا اقول لك ده الدرجه الثانيه درجه اولى، يعني الكلام من ده كله. اوكي. هي الفكره بقى بعد التشخيص انك انت اعمل لك انت مخصوص تمرين يناسب المشكله الصحيه اللي عندك. اللي عندي. صح. يعني مش لازم تعمل التمرين ده هو البيزك المعروف. ايوه. فاهم؟ طيب انت النهارده هتكلمنا عن الفرق بين خساره الوزن وخساره الدهون. مظبوط. يعني ايه بقى؟
سؤال محير شويه. ناس كتير ما تعرفش الفرق بين خساره الوزن وخساره الدهون. خساره الوزن باختصار شديد انه انا شخص اوبيز اور اوفر ويت، يعني شخص عندي زياده في الوزن، تمام؟ خلينا نقول 10 15 كيلو، تمام؟ وقررت اخس، فخسيتهم باي طريقه ما. فخسيت كله، تمام؟ ما اهتمتش بالظبط الخسسان ده تم عن طريق ايه، او ايه اللي انا خسرته، او ايه اللي انا راح مني في البروسيس دي، تمام؟ لكن خساره الدهون، وده الصح، اللي هو انا لما اجي اخس مثلا ال 10 كيلو او حاجه، لازم تكون الاغلبيه منها من الدهون مش من العضلات. بالظبط، لان الخسسان دايما اللي بيخس في الاول ده دايما بيعمل زي شرينك، يعني بينكمش. فانكمش انت خسيت، لكن التوزيع نفسها انت محتاج عضلات في كل حاجه. انا عشان ابقى قاعد على الكرسي دلوقتي واجي اقوم لازم يكون عندي عضلات. صحيح. الاستاديز كلها يعني اللي بره وكلام من ده كله بيقولوا ان العضلات اللي هي الاورجنز فور لونجيفيتي، يعني ايه؟ يعني العضلات دلوقتي بقت هي الحاجه الاساسيه لو انت عايز حياه صحيه على مدى طويل. صحيح. مش اي حاجه ثانيه. فبالتالي لما اجي اخس مش لازم ابدا اضيع كميه العضلات اللي عندي، لان هتاخد مجهود اكبر بكتير عشان اعملها تاني. ده ازاي اعمله؟ اعملها ازاي؟ بان انا في البروسيس بتاعت الخسسان بتاعتي لازم يكون الشخص اللي معايا او اللي بيمرني او اللي متابع معايا فاهم الموضوع ده. لازم احافظ على نسبه العضلات اللي في جسمي، او احاول ازودها على قد ما اقدر من خلال مثلا ليتس سي اي بي سي، اللي هو البيزك البروتين انتيك، او اللي هو انك تدخل كميه بروتين المناسبه يوميا لجسمك، لان البروتين هو غذاء العضلات. اول ما هيقل العضلات هيحصل لها نزول، تمام؟ وعلى الجانب الثاني بعمل حاجات اللي هي بتودي الدهون شويه، اللي هي كلنا عارفينها، سواء اذا كان مثلا شويه رياضه خفيفه، سواء ان انا بقلل الكارب، بقلل الباد فات، الكلام من ده كله. ففي الدايت بتاعي هعلي نسبه البروتين شويه بحيث ان انا ادخل المناسب ليا انا يوميا، ونوع الرياضه اللي بعمله. في ناس كتير جدا مثلا في الرياضه يقول لك انا هجري كل يوم. مظبوط، بس ده بقى هيعمل ايه؟ هيخس وزن. مش هيخس عضلات. أوكي. مش هيخس دهون بس. تمام. فلازم برضو انا بعمل برنامج الرياضه، تمام، اخلي بالي ان انا يكون يومين ثلاثه فيهم حاجه اسمها سترينث تريننج او ريزيستنس تريننج، اللي هو فيه الويت، وبيبقى يا ساعه يا 45 دقيقه، مش زي ما الناس كتير بتعمل وقت كتير جدا. انت فاهم قصدي ازاي؟ الكارديو موجود مرتين بكتير جدا في الاسبوع. ما تزودش عن كده، والكارديو بس يكون الهارت ريت بتاعك 120 120 ضربات القلب، اللي هي بيسموها زون 2 في المرحله 2، لو معاك مثلا سمارت واتش او حاجه بيبقى موجود عليها، فبتخليك على المرحله دي. مش لازم تروح كتير، يعني مش لازم اتعب او ان انا يعني اتعب نفسي او في الموضوع ده. أوكي. لان الحرق عندك هيشتغل احسن في زون 2 على مسافه طويله. خد بالك ازاي؟ طيب البروتين موجود في اللحوم. مظبوط. موجود في ايه كمان؟ ايه رخيص موجود في بروتين؟ موجود في اللحوم، موجود في الفراخ، موجود في البقوليات في لحد ما. طبعا في الفول، في بروتين. الفول طبعا في بروتين. ما هو في ناس يقول لك فيجيتيريان وكده، تمام؟ ف يعني في بقوليات كتير جدا زي العدس، زي الحاجات دي كلها بيبقى موجود فيها بروتين برضو، بس المين سورس دايما البروتين الحيواني. طبعا. ايه اكتر حاجه بتنصح الناس انها ما تاكلهاش؟ اكتر حاجه اللي هي الدهون، الدهون غير صحيه. يعني الدهون اللي هي عارف اللي هي والحاجات اللي هي ليه الخروف. دي بقى بتنزل يعني تصلف الشرايين على طول. دي تقيله قوي، يعني بتاخد وقت كبير جدا لحد ما تنضف تاني عن طريق سيركيليشن بلاي، يعني لما الدم يشتغل. يعني انت بتتعب عمري ما كلتها. بتتعب الجهاز الهضمي بطريقه يعني فاهم، بتديله مجهود عالي جدا. أوكي. فالاحسن لا. طب حطونا على الانستجرام مره ثانيه، وانا عارف انت هتعمل دلوقتي بعض التمارين البسيطه. خاصه بايه؟ منطقه الكور عامه، لان الناس دايما اللي هي الوسط والبطن. الوسط والبطن اكتر حته. الكرش يعني. انا بحب المنطقه دي، ان مثلا التمارين ما تبقاش دايناميك، يعني ما بقاش فيها حركه كتير. عارف الناس يقول لك اعمل سيت ابس واعمل يعني تمارين سهله. انا اعمل تمارين سهله بس هتمسكها 30 ثانية وتريح 30 ثانية. اوكي، اتفضل. ماشي. يلا. كابتن دلوقتي كابتن عمرو فهمي معاكوا، هيوريكوا للمشاهدين، الكاميرا معاك، المسرح معاك، كلم جمهورك بقى واشرح له كل حاجة. دلوقتي احنا هنركز على منطقة الكور،
هنبدأ بتمرين كلنا عارفين هو تمرين البلانك، تمام؟ هنعمله 30 ثانية هولد و 30 ثانية نريح، بس في تغيير بسيط أنا هزوده على يعني على البلانك. دايما الناس بتعمله ستريت، لا أنا هعمله شوية مع بريدج، هوريكوا ازاي. ده تمرين البلانك المعتاد، كل اللي عايزك تعمله حاجة بسيطة بس، هتعمل دي. اوكي، نعمل انحناء في الظهر بس لمدة 30 ثانية، هتلاقي السترينث زاد معاك أكتر. 30 ثانية وتريح، وبعد كده لو مستواك عالي شوية تقدر تعمل دقيقة وتريح دقيقة، تمام؟ ده بالنسبة للبلانك. تمرين تاني اسمه السايد بلانك، نفس الكونسبت، ان انا برضو بقف ثابت بس على الجنب عشان اتارجت منطقة اسمها الأوبليكس او الجوانب اللي عند الناس كده بالظبط كده. لازم جسمي كله يكون ستريت مع بعض، وحاسبة 30 ثانية. طبعا حاسبة 30 ثانية كل اتجاه. خلصت الاتنين مع بعض هنعمل حاجة اسمها شولدر تاب كده بالظبط. هثبت وانا بعمله هفضل محافظ على السترينث او القوة بتاعت منطقة الكور، ما تسيبهاش خالص، تمام؟ هعمله بالظبط 10 مرات، تمام؟ كل مرة 10 عدات، 1 2، تمام؟ هنعمل ثلاث تمارين مع بعض، وهنريح بينهم 30 ثانية لكل تمرين. لو عملتهم 3 مرات في اليوم هتلاقي عندك منطقة الكور اتشدت وبقت أحسن بكتير من الأول، من غير حتى مجهود كتير متعب لمنطقة الباك من التمارين بتاعت السيت أبس أو إن أنا أقعد وأقف وكده، وبالتالي تكون أنت انبسطت وتكون استفدت بالتمرين إن شاء الله. بنشكرك، تعالى اتفضل. أهلا وسهلا بيك، شرفتنا. أنت قاعد في مصر قد إيه بقى؟ أنا قاعد لحد يوم 16. يوم 16 اللي هو الجمعة اللي جاية. منور بلدك، وكل ما تكون في مصر نحب نشوفك عندنا. ربنا يخليك. أهلا وسهلا بيك. أكيد إن شاء الله. ميرسي كابتن عمرو فهمي على وجوده معانا النهارده.